يقول السائل: هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم؟ نعم، يجوز الحلف بالقرآن، لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته سبحانه، والحلف يكون بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: علم أصحابه إذا نزلوا منزلا أن يقولوا: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله هي القرآن، الكلمات القدرية والكلمات القرآنية. فإذا كان يستعاذ بكلمات الله لأنها صفة من صفاته، فإنه يقسم بها ويحلف بها،